السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على سوليفري موديل فيور. ده برنامج صغير بيفتح على ملفات الـ IFC وأبدأ أفتح الملف وأشوفه، وبرضه بيعمل تشيك لو في أي مشاكل. أنا أقول له أوبن موديل وأدور على المشروع اللي هو ابتديت يكون IFC أو SMC. هو بيبدأ يفتح الموديل وزين حرية إن أنا أشوف الموديل زي ما أنا عايز، إن أنا أعرف معلومات عن أي حاجة عنه. أوت ده كده الموديل. ممكن أنا مثلا عايز أشوف الجراوند، دي مواصفات الجراوند زي ما أنت شفت، التفاصيل الموجودة. ممكن أقول له أنا عايز جوه الجراوند أشوف البيم، انا عايز اشوف بيم معينه، بيديني برضو كل المواصفات اللي انا عايزها. تشيكن دي بيفحص لو في مشاكل موجوده. كوميونيكيشن بروموشن تيك اوف، ممكن ابدا اخش في اي تفصيل انا عايزها، اي دور انا عايزه. لو اف سي ده امتداد بيشتغل على شركه معينه، لا ده امتداد عام، بحيث ممكن تقدر تنقل الحاجات من يعني انا دلوقتي مثلا ايه شغلت على برنامج تيكلا وعايز انقل النموذج كله لبرنامج الريفت، او شغلت على الريفت وعايز انقل الارشيكات بالبرنامج ده، بيسهل او بالامتداد اللي هو IFC ينفع ان انا اصدر من اي برنامج لبرنامج اخر. تمام، هنا ببدا اشوف المبنى دور كده، الحاجات اللي هي موجوده في الدور الاولاني، الحاجات اللي موجوده في الجراوند. ده بس نبذة سريعة على البرنامج، أتمنى يعجبكم وعمر سليم.